السلام عليكم، معكم الدكتورة حبيبة النجيم، أخصائية تقويم أسنان من جامعة باريس. تقويم الأسنان هو فرع من فروع تخصص طب الأسنان، الهدف منه هو تصحيح وتعديل وضعية الأسنان غير منتظمة، وكمان تعديل العلاقة الإطباقية بين الفكين. تقويم الأسنان أنواع متعددة، في تقويم متحرك وتقويم ثابت. بالنسبة لتقويم ثابت، في تقويم ثابت لا مرئي شفاف ومعدني. بالنسبة للعمر والعلاج بالتقويم، العمر نحسن نبلش بتقويم الأسنان بأي عمر، حتى بعمر مبكر من عمر 7 أو 8 سنين، وهذا نسميه العلاج التقويمي الوظيفي الوقائي. شكرا.